صراحة الجيم اللي قبل شوي رهيب انتقام السلاطين رجعوها صراحة. واو هم كاتبينها انجليزي معرب. ايه انتقام السلاطين. واو تيم السباكين ضد تيم الشحنات. زنزه ترى الجيم بدا. اوكي شباب الجيم بدا الحين ما بين تيم السباكين وتيم الشحنات. نايف ابين من RKB جاب الاثنين فيهم مع بعض. تامر الحمد لله على السلامه. توك ترجع؟ ايوه رجعت اخذت جوله في المكان. احنا شكلنا بنبدا بعد شوي السنجلز. اي لا خلاص تقدر تبدا. ممكن نبدا السنجلز على اوف ستريم ونخلي ستريم اخر مباراتين في الدبلز. هذا اللوزر سيمي باقي اللوزرز فاينل واللوزر اوبا ياخذ الدمج. انا ملاحظ ان توكيا ومار وهذا اخذوا لويجي وماريو هذا اسمه ماريو براذرز. نيكست تايم اوبا ذبح اخويا بالغلط فل شارس فول تشارج شوت شوت يا اخي انا اقول لك فول تشارج ما انسى شوت ايش يعني تشارج وات ايفر. اوه الله الباكير نايس وان والله ابيوز الباكيرز ابو اركيبي والله صراحه سموسه في الدبلز ما توقعت تكون زين جيده يا اخي. سموسه عده اسماء عندي انا سموسه سموسه ايه هنا تو بدت. اوه كله فورورد سماش من لويزي طقع عطات شوب بدأ كومبو حق ماريو دق 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 حتجي السنجل ستريم اكيد يا شباب بس انه يمكن اول مباريات بس واخذ له كروس سلاش في الوجه فورج. جالكسي موجود لسه في الملعب. انا عجبني ايوه ريفرس اب اير ابي سوري بعد الاب ايرز اخي انا بقول شيء ثاني في نفس الوقت فالمخ ضيع وراح جالكسي سبيس راح الى السبيس واركبيه معاه بعد. لا اركبيه لسه ما سويت تك بس قدر يرجع ما يحتاج تك اصلا. هاي سموس سموس هذا حالف الا يعطيه شارج شوت مره ثانيه. ياس ما يسبي يشحن لخويه عشان يعطيه ابي وتموت. شلون يعني؟ يعني يخلي سموس يصير له دامج مره عالي ويعطي ابي تموت بسرعه. ما ادري والله استراتيجيات عجيبه اللي يحتويها انت. امسك خويه ورماه ورا. نايس إتش جارد من جالكسي روعة ذبح نفسه ليه يمكن ينقذ خوية. طيب أبي أوت وشي كذا شفر كيبي الروعة وشو يا أبي يا بكر أنت لو تلاحظ أنت لو تلاحظ كل ما سوى أركيبي أبي أبير كم واحدة أبا بس ماش روح يا ولد. أي كثرة بزيادة أنا حمست بزيادة وجبت أقول لك إن محاولات سبايك هذيك الجهة اللي صار يعني ماريو أعطى فور دير وفي نفس الوقت سلام بغى يشيله سامس مصر على ذبح خويه الظاهر داونر. يا ذبح خويه حاول ينقله بس ما قدر هو لو الحين كان انتحر هم الاثنين يا او ممكن ينزل ماريو روع الكومبو من عبد العزيز وفورجو وتوكي. اوكي اوكي حيموت والله بغى يموت
في جمهور يشجع ار كي بي عشان الحاله فقط. اوه انت حر. يمدي ار كي بي والله يمدي. الحين الوضع صار 1 في 1 1 في 1 طبعا توكي الحركات هذه اي اي لازم يا يذبح خويه او ينتحر فيها. يتحمس بزياده توكي. ايه يبغى ستايل ستايل بوينتس. ايش بيسوي ايش بيسوي فورغ؟ اللعبه مره قريبه. باكير من فورغ ممكن تذبح، فير من فورغ ممكن تذبح، كل شيء اي شيء ممكن فورغ ممكن يذبح. تذكر ايام زمان شمس كانت ضعيفه مره وهذاك الله يبغى يسوي شريوكن. الله ايوه لويجي يبغى يسوي شريوكن عطاه بي. تذكر ايام زمان قبل الباس لما لعب واحد سامس ضد لويجي وفاز عليه؟ ايه كان مره ريسبكت صراحه، بعدين خسر في النهايه يعني فاز جيم واحد فقط، بس كان مره شيء ريسبكت انك تلعب ايام زمان سامس. بس الحين قبل الباف يعطي اي كلام. كان مره ريسبكت هذاك الفيديو صراحه. اللي ما شافه انصحكم ترجع تشوفونه. والله ريسبكت صراحه انه قدر يقرب الجيم. الله يهديه توك يتحمس مره. الظاهر سووا بان على دريم لاند، شافوها مره مناسبه لسامس قالوا لا خلينا نسوي بان. لانها الافضل مصممين على الدبل جانل. مصممين على الدبل جانل. واو انا معاهم. ليتس جو دبل جانل. مو عشان رياض سماشرز وكذا لا، يسافر بس دبل جانل. خليك بايست. يقول لك الحلو اوب 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 يصير بايس وفي دبل جانن. معليش يا عمي دبل جانن هذا ارجع الجيم في الحياه اصلا. جانن وش مات هذا؟ انتر تموت. ها انقذه. اي انتر تموت. طبعا انا كيف يقول ايش يقول؟ يقول مسكين الكفري حقته بايخه فهمت؟ قام رجع فيقول خلينا نرجع حرامي متكبر. او ماي جاد جالكسي وداهم للسبيس. او ماي جاد جالكسي وداهم للسبيس. لا لا المفروض المفروض جالكسي وين تركي؟ تركي طلبها هذه، تركي طلبها من قبل كم جيم وجالكسي سواها. المفروض ان الجيم هذا يخلص خلاص. انا منهم انتحر خلاص كفايه. يعني مو معقول شال واحد وشال الثاني بس. والله شيلني يا ابوي. مرة ثانية مرة ثانية ها جالكسي ولا شيء. والله جالكسي متحمس. الظاهر الكل هذه حاطته في موقف مره محرج يعني كان مهما الليدنج فجاه انقلب الجيم. شيلني طلع. اوكي شال خويه هو شال خويه. انت جبت طار الشيل وهو شال. الله على التك يا فورك. يا سلام انت اهم شيء التك عندك. يا بالضبط باكير. لا ما سوى باكير. تك بيفور وينك. والله الابي حقت سامس ابيوز. نايس باكير. الله سيبك الله سنايب. هذا شغل سنايبر حقيقي. والله سنايب شاله بس الباكير شاله بكاود بعد. فورغ الظاهر ذبح خويه اذا ما كنت غلطان. لا عايش. لا لا قرن ما يموت. الله انت وخويك بعد. اوف تنتين داون دي. ايش هذا؟ قاعد يستناه يقول يضربه. يا اخي عمرك لاحظت الجراب انيميشن حق كلاود؟ يا اخي قمه الهياط كذا يمسك كذا امتع. وفي سيف يده بعد. اوكي طقه وش هات بوكس مجنون ذا. الله لك يا بوي فينشنج تاتش كمان. ها اب اير شيلني شيلني. يقول لك قطه فوق. يقول لك قطه فوق. قطه فوق يعني ارمي فوق. ايه بيسوي في كومبو فيديو. كومبو فيديو يا عيال. اسحب لمت. اوب الله حيموت اركبي كذا ينهيها بس. الله واو جميل من جالكسي ار كي بي وجالكسي جالكسي سبيس روعه صراحه. سو والله ريسبكت يا عيال. سو الدبل. ها انتقام السلاطين. كيف تكون شعارهم زي هتلر يعني ولا كيف؟ ما ادري بس الحماس اللي ضد مترنس وري الان. الحين لوزرز فاينل. والله هذا حيكون صراحة اعتقد هم طلعوهم في الوينرز. يس وتقابل الحين في اللوزرز فاينل. هذا البراكيت يا طلعوهم. اي ايوه سام لوزرز فاينل. لوزرز فاينل ده ايه لا لوزرز فاينل يا
معلش تلعبوا عشان والله الوقت بيضايقنا على السنجل. لا خلنا نلعب 3 3 ما عندنا وقت والله. اصبر خلينا نشوف فيها خلاص. انا اقول نلعبها بس الثري. العبك هذيك بس الفايف. لعبوها بس الفايف هذيك. الحين ثامر وفورد قاعدين يحاولوا يتفقوا على الموضوع اما انهم يخلوها بس ثري عشان نقدر نلحق ندخل السنجلز انه ناخذ بريك بعد شويه بريك غدا. والظاهر شكلهم اتفقوا على بس ثري الظاهر انه ما في وقت وما نبغى نتضرر بطوله السنجلز لانه السنجلز بتكون شيء طويل مره. السلام عليكم. صوتي طالع. الحين مباراة بين ركيبي وجالكسي ضد عبد المجيد الصومالي مع ريان. هذا اي راوند؟ لوزر فاينل. عبد المجيد وريان اللي طلعونا من الوينرز يلعبون كورين وميغامان. تيم حقهم كويس. قاعدين يسوون بانز الحين. وايد ترى بيبدون كيف ركيبي وجالكسي تيمهم؟ والله الصراحة ركيبي ما توقعته فجأة لما اختار سامس صار لعبة مرة أحسن بكثير. لما كان يلعب أول لعبة ضد هذول نفسهم في الوينرز السمية وتأخذوا شيء كان مختارين اثنين متنايتس كان ينتحر واجد. الحين لا اختار سامس وكلاود صار تيم الشحنات. والله شغل نايس. كبير ركيبي معلق على أبي وباكيرز وكلها قاعد تشتغل معاه صح يذبح فيها.
اختيار موفق اختار كلاود وسامس. طبعا هو لازم تختار كلاود في الدبل صراحة. مين اللي ينتظرون بالجراند فاينل؟ تيم جدة. تيم جدة او مو معناد بدأ الماتش راحوا تاون سيتي. يلا ها اوكي اختار تاون سيتي. رجعوا نفس التيمز اللي لعبوا في السيمي فاينل في الوينرز بس الحين في اللوزرز فاينل. كلاود سامس يا هم لعبوا كلاود سامس اعتقد اخر جيم او الجيم اللي قبل الاخير. عبد المجيد وري ما غيروا تيمهم ابد صح؟ ولاني غيره مصرين على السايد بي الليموناتي. اوكي الحين بدلوها. اول كان شارشت يعطيها الكلاود الحين لا فيك ليمت صار يعطيها لسامس. نسبهم الله يقم حاول تقم جيدة مترس حط تراب. الله يا مترس الله غلط والله مترس على حركات كذا ما تدري شو بس اذبحت. نايس باكير والله مترس شغال والله قاعد يسوي اجكارت والله شغال يخلي نص ستيج الريان وهو قاعد يسوي اجكارت والله. الريان ما شاء الله عليه يعطيه سايد بي سايد بي سايد بي سيف فرن يغطي نص ستيج. لا وغير كذا يثبت اللي ضده فما يخليه يقدر ينقذ خويه. والله صراحة تنجوي والله الفورورد سماش يا شيخ اشحن زي ما تبي لانه جاء عندك قدامه كذا اذبحني. اوه ابي اوه ابي عشان يهرب اوبشن غريب يعني. لا لا ما صدقني قلت لك انا ابي وباكرز حتشوف كل الجيم كله حتى وفرن كانت محاولة كيب رهيبة من مترنس بالليف شيلد. ايه لو يحط الليف شيلد ويسوي فوت ستول على كلاود الله ابي هسوها فيك انت صح؟ ايه بس رجعت يا توز فن الله على نايستك تك نايستك. انا زي اقول الله على الذبحه بس فيك يعني خلاص كان على طول قلت له وين التك؟ لا هذا بس انت اللي ما سويت تك. طيب انا سويت تك انا انتحرت مرتين بالماتش اسوء من اللي ما سويت تك. شور يمكن نايس سارت شوت. تدري ان شريكن حقت ميجا مان تقريبا نفس اقل قوه بشوي بس من ريو يعني مره قويه بس المشكله عليها لاج بس يعني ابصرت بس ريو مسكين انبوت معوق ويلا بس ليو ريو ما عليه لاج زي ميجا مان. حطوا له لاج وخليها سهله انا موافق ولا بالعكس حين. بالعكس يعني ترى الانبوت مو بهذه الصعوبه والله صعب معليش قارن ابصرت يعني تخلي سيستك ابصرت خلاص ولا زقزاق ولا بس حقت ريو لها كونفيرمز لها يعني مديك تسويها يا ابوي ما توقف تسويها وتذبح كلهم على استك واحد الا ميجا مان. انا من حب الريو انا ودي العب فيه بس سهلوه ارحم لامكم اب اير. كل الناس قالوا ريو توب تير بس انه عيبه الشريك شويه صعبه ابدا ما شغل صعب. اوه اب سماش اب سماش اب سماش تو اب سماش هذا كلاود سايد بي تريسكيو سايد بي تحمي خويه يعني يوقف الاثنين ضده عشان يقدر خويه يرجع للستيج وياخذ راحته. استراتيجيه تيم ركيبي مع جالكسي انه واحد يشحن ثاني يضرب شو زي ما تشوف كذا ركيبي بس ايه بس يبغى ينحاش ويسوي الاب بي وال الله اسر شوت يا شيخ الله بس قدر يرجع ايه هذه ما سويها بس مات خويه نايس ون نايس وان يا مدري اذا هذه ورثت او لا. لا والله ما ورثت ابدا وحط خويه في موقف محرج لان دامج خويه 88 تو ماتش دامج عليه. اوكي ار كي بي قاعد يلعب بحذر اوه ما ادري هو الكلب انقذه ولا شيء بس انه ايه لا 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 بس كان يبغى يسوي له فوت ستول. ايه لا لا مترس عليه حركات فله جيمكس ايوه اوه سوى له كيف اعتقد ما يقدر يرجع. الله يا شيخ الله كذا علمهم يا شيخ والله نايس قلب الوضع كان والله مرة حرج عليه والدامج 124 وقدر يسوي سبايك. ليتس جو سامس لا ملاحظين ردة فعل المترنس كيف هو فاتح ما عادي ولا صار شيء بس نايس راحت نطفة وعطابك اير ودرى انه ما يقدر يرجع الا بابي فنزله بالسبايك حتى اللي بيه ايه ما منه صراحة سيبته يعني خذ راحتك خلاص يقول بالغلط بضربه بالداون داون اير وساور سبات ويطلع بالزاويه يسوي تك ويقلب الوضع حلاص بس كانت وقت صراحه فجاه انتحر سامس انتحر عادي عادي التيم هذا ينتحر ويفوز ما شاء الله عليهم.
إيه شفنا قبل شوية انتحر كلاود ولسه فازوا في الجيم وضربوا بعض كثير باللمت وبي تزودها ذا الجيم بالأبي بس إنه ما قاعد ياخذ بانش فليش ما ليش يوقف يعني تسوق وما هذا بعد انتحر مرة ثانية ايوه اوكي ذا الجيم وضع وضعه مرة سيء فجأة قرر ينتحروا ويموتوا ونعكس عليهم بس وضعهم لسه بالتمام فايزين جيم يعني عندهم فرصة انهم يرجعون ممكن يرجع عادي تصير انتحارات واجد في اللعبة ممكن سبايكات زي قبل شوية كان وضع حرج عليهم وفاجئ بالضبط يعني سامس الريكفري حقها بالداون بي تقدر تسوي كذا موشن ما ادري كيف بعدين تعطيها زين تخليك تقول اه حذبحها فجأة تفتح الله انت واللمز نايس ميجا مان ما زال وضعه 6 ساكس 6 ساكس وضع مرة بعيد والله هذا بداية الكمباك ثانية اف سماشين على اليمين ويسار اوكي يعني هذه هي الفريق اللي مع الليد بعض مرات يكون انه خلاص ايه يطمع ويصير واثق بالفوز يغلط احتمالية انه يرتكب اخطاء كثيرة بس لا خلاص الوضع صار مره حرج وان ساك اوكي جالكسي حركتنا الرهيبه نايس يا استخدم حركتنا نايس ما يبغى يضيع الوقت يا يبغى يروح على طول الجيم اللي بعده تلقاهم اصلا من بدايه الانتحارات تركي قلنا لكل الناس اذا صار وضع 3 ستوكس انتحر واول ما فعلها ريان لا نحن بعدين ريان خلاص مو عشان شيء ولا انه صارت سولتي ولا شيء بالعكس لا ما له داعي بالضبط احسن بعد انك ما تعطي التيم اللي ضدك مومنتوم وكذا وانهم خلاص يرتاحون ويعرفون طريقه لعبك فانتحر وخش الماتش اللي بعده لانه صعبه مره تسويها 1 في 2 الا لو كان اخر جيم واخر ستوك لك في التورنمنت يا فهذا انا معك خاصه محل زي كذا يعني لوزر فاينل يبغى يفوز الشباب يعني كل واحد يبغى يوصل للوينر فاينل ويلعب ضد تيم جوكس واو وش قاعد يصير هنا بنص ستيت لاحظت الشباب الخليجيين يبغوا يختاروا ليلة كروز كل ما سوينا لها بان يقولوا لا نبيها طيب ستيج مع انه في الروسيتس الجديده العالميه الله كبير سوى شاشات من تحت الستيج ايه في الروسيتس العالميه الجديده ريكومندد لكن حتطبق في اغلب البطولات الكبيره الميجرز زي جينيسيس الله سبايك نايس رجع زي جينيسيس والبطولات الكبيره الثانيه قالوا لا السج هذه مع السلامه احنا عطينا سجات ريكومندد ثانيه احسن معنى يعني يعني ما احب الستيج يعني بس انه يونيك تحس ليش تبند هم يفكروا يحطوا سجات لس هازرد يعني انا اشوف برضو ما زالت تاون سيتي فيها هازرد سخيف بس اللي ما يسوي تك بس يظل هازرد الله شوريوكن تقول لي شوريكن عليها لاج استفدنا من اللاج استفاد منها يعني بس انه على طول خلاص ميجا مان اقوى من ريو ايه بالضبط ودور في السول كومبوز واو داش اتاك اخذ الجير وخش عليه بالسيف شوف الهيت بوكس حق الدون تروح حق كورين الله على طير داش اتاك ثاني انا ملاحظ ري قاعد يلعب بطريقه حلوه إذا أزمت معاه يعطيها الداونير عشان يحمي نفسه زي كذا بعدين يحط شيء على طول لا ما عليها لاج كثير الله يا شيخ أركبيه بالسبايكس يا أخي شغال صح مرة شغال صح ذا الجيم بس ترى قريب الوضع يعني باقي له لمسة ويموت جالكسي فيقدروا يسووا بالانس مرة ثانية وتلاحظ إن أركبي قاعد يلعب على الأطراف و أوه زي ما قلت أنا بالضبط لمسة واحدة الوضع الحين بالانس تقريبا مو مرة بعيدين عن بعض. شو أتوقع ركيب الحين إنه يبغى يلعب سيف لأنه بأي لحظة ممكن يسوون إيج جارد ال. كلاود هو أصلاً يبغى يستك الكلاود أنا سمعت قال بقيل يستك. نايس شفت الأرمر حق الجراب كيف وخر الطلقة. إيه. سايد بي. أركي بي مستغل السايد بيز سوري باك إير وري مستغل السايد بيز. جالكسي رجع يشحن ليميت الكنترول. الله كروس داش كسر الشيلد. وش قاعد يصير؟ سووا حركة حلوة جالكسي بس للأسف أركي بي غلط فيها جالكسي سوى نيترال بي عشان يبعد مترس هو بعده فعلا لكن أركي بي للأسف سوى أب بي ووخر قوية
قدر الميجا مان بس تفضيل سطعين لينط. اوه ما ادري او يمكن نط على البلاتسون. كيبي يبغى يسوي ايدج جارد خلاص يبغى ينهي الامل الاخير. نايس مات. قدر ياخذه بالابي. نايس الحين استغلوا واحد يشحن الثاني يضرب وبعدين الثاني يشحن الثاني يضرب وزي كذا يصير عندكم ليمت و شارج شات فل شات. اوه باك اير وعنده هذه هذه بدايه الكومباك. واو باك يسوي الداون بي بس ما انبطل. سماش ريان يقراها. الله على الريد عنده جامب لسه يرجع. الله يا شيخ على النيوترال. الله والله الكبير شغال الجيم صح. وبكذا وصلوا للجراند فاينل. انتقام السلاطين. والله انتقمتوا انتقمتوا فعلا. هم خسروا منهم في السيمي وينرز وردوها في اللوزرز. يلا شباب جراند فاينل للدبلز. عماد وموم. عماد وموم تيم جدة فرصة تيم الكويت. أنا أتمنى صراحة تيم كويت.